مشاهدينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ولسه مكملين في حلقتنا النهارده ومعانا ضيفنا اللي منورنا استاذ عادل عمار رئيس ومؤسس مهرجان اوسكار ايجيبت. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. حضرتك منورنا طبعا. ده انا اللي فرحان جدا في وسط العصافير الجميله دي. هم النهارده يعتبر هم اللي عاملين الفقره وانا حلو. ضيفه النهارده معاكم. صح كده؟ صباح الخير عليكم كلكم. صباح النور. نبدا النهارده مع جومانه. جومانه صباح الخير. صباح النور. ابدأي معاكي المايك وتفضلي. تمام. اول حاجه حابه اصبح على اعزائي المشاهدين، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا سوبر كيد. رجعنا لكم بعد غياب طويل جدا بسبب ازمه كورونا. ربنا يحفظ مصر وشعبها ان شاء الله. تاني حاجه حابه ارحب باصدقائي، اهلا بيكم. تالت حاجه عايزه ارحب على ضيفنا العزيز استاذ عادل عمار، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيك. طبعا حابه اشكر حضرتك على استضافتك لينا في مهرجان اوسكار ايجيبت وتكريمنا. ده شرف ليا والله. ربنا يخليك. كنت عايزه اسال حضرتك، يا ريت تكلمنا عن المهرجان. تمام. وحضرتك سوري لو هقطعك بس اعرف استاذ عادل، هم طبعا عاملين الموضوع ده يعني زي مفاجاه ان هم اللي هيسالوا حضرتك النهارده. تمام. عندهم اسئله وحضرتك هتجاوبهم. اهلا وسهلا بيهم. نبدا بقى، يلا يا جمانه تاني اتفضلي. تمام. يا ريت حضرتك تكلمنا عن مهرجان اوسكار ايجيبت. ايوه. وعن المواهب الشابه اللي حضرتك بتدعمها. تمام. والتدريبات والصعوبات اللي بتواجه حضرتك. تمام. اولا فكره مهرجان اوسكار ايجيبت فكره نبيله الى اقصى حد. بمعنى ايه؟ ان احنا ندي الحافز والدافع للشباب الصغير ان احنا نكرمهم، فنديله فرصه ان هو يشيل الاحباط من حياته علشان يلحق يكمل مشواره يعني. فباذن الله تعالى انا المهرجان بحاول بقدر الامكان ان انا ادي الفرصه للشباب ان هم يتكرموا في المهرجان فياخدوا الباور للحافز والدافع ان هم يكملوا مشوار حياتهم. محمد جمانة. ايوه يلا يا محمد. معلش بس قبل ما محمد يبدا، انا اسفه، انا عايزه اديلك دي انا ومحمد الانجي. كل سنه وانت طيبه يا كل حلقه. بس جميل لطاف جمال قوي. انت طيب يا روحي. انت طيبه يا انجي. شكرا ليكوا طبعا. ده كل حلقه وانت انا فرحان بحبهم ليكي جدا. دول حبايبي كلهم. يلا يا محمد. انا حابب اسالك واقول لك، مين اللي اكتشف مهنه حضرتك؟ بص على ايامنا احنا ما كانش في حد بيكتشف موهبه حد، كل واحد فينا يقدر يسعى ويحصل على الفرصه بنفسه من غير ما حد يساعده فيها خالص. علشان كده انا بعمل المهرجان ده علشان بقدر الامكان ان انا الشباب يحاول يحط رجله على اول الطريق ويلاقي حد بيطبطب عليه وبيساعده، لكن انا بالنسبه لي انا ما حدش واقف جنبي خالص نهائي. تمام. طب ايه احب الاعمال ليك؟ أحب الأعمال ليا مسلسل الصياد، وده كان آخر عمل أنا مثلت فيه. وأحب عمل ليا برضو كان أول عمل أقف قدام الكاميرا فيه، كان مهمة في تل أبيب بتاع نادية الجندي. أنا أعتقد إن العملين دول بالنسبة لي أهم الأعمال ليا يعني. طبعا. مين اللي ساعد حضرتك من الفنانين؟ مين إيه؟ اللي ساعد حضرتك من الفنانين؟ هو بص، محسن محي الدين علمني تمثيل في بداية حياتي يعني. هو كان عامل ورشة إعداد ممثل وأنا اتعلمت عنده التمثيل، ودي ده جميل منه مش هنساه له طول عمري يعني. نروح لعمرو. عاوز يسأل سؤال. يا سلام. حافظه بالعافية. يلا يا عمرو. قول لي الأول اسمك إيه؟ اسمي عمرو. عندك كام سنة يا عمرو؟ 5 سنين. طب ارفع وشك كده بص لنا، عايز تسأل إيه بقى الأستاذ عيد؟ عارف مين ضيفنا النهاردة؟ عارف، هو سلم عليا بره. مين؟ استاذ ايه؟ استاذ عادل عمار. يا عسل. عاوز تساله تقول له ايه بقى؟ ها ارفع وشك بس كده وبص لنا. ليه؟ ها ليه؟ ها ليه ايه؟ ليه؟ عاوز تقول ايه؟ قول. عايز اقول حاجه. اتفضل قولي يا حبيبي. عاوز حضرتك. ايوه. هو بيسأل السؤال. ها ليه حضرتك بتكرمنا احنا الاطفال في مهرجان سوبر كيد؟ هو انا هلاقي احلى منكو؟ هلاقي احلى منكو بجد؟ بص الاستاذ عادل. ها تقول ايه؟ نشكر استاذ عادل. طيب الاول قول له شكرا حبيبي. هو اتكرم على فكره معانا والله. اه تمام. ربنا يبارك فيه يا رب. ندي بقى المايك لجومانه ممكن يا عمرو.
برافو، مش عاوزاك خايف كده. يلا يا جومانا سؤالك التاني. في سؤال تاني، في مواهب كتير من اللي حضرتك دعمتهم، عايزين يعرفوا امتى هيبقى في فرقه باسم استاذ عادل عمار بتقدم فيها محتوى راقي نقدر نواجه بيه الاسفاف اللي بنشوفه دلوقتي. بص يا ست، انت علشان تعملي ده هيكلفك ماديا كتير جدا، انك تعملي فرقه وتاجري مسرح والدوله المفروض هي تساعدك في الكلام ده. ده حتى الدوله دلوقتي لما بتعمل يعني مسرح جوه في الاوبرا الشباب بيدفع فيه فلوس، فبالتالي ان عشان انا اعمل الحاجه زي دي مش اقل من 1,000,000 جنيه تبقى ميزانيه عندي. ايجار مسرح دلوقتي غالي جدا، تكلفه البروفات والديكور والاضاءه كل الحاجات دي غاليه قوي، وانا مش هقدر اعمل ده لوحدي، لكن لو الاقي مسانده من الدوله ان انا اعمل ده صح. انا اقدر اعمل ده وزياده كمان. اكيد طبعا احنا نفسنا نشوف الفرقه دي تظهر للضوء. نفسي اشوفكم معايا كمان. يا رب والله. جمان عندك سؤال تاني قبل ما نروح بالمايك هناك؟ اتفضلي. لا اتفضلي اتفضلي. احنا بنلاحظ في مهرجان اوسكار ايجيبت ايوه ان حضرتك بتبقى حريص جدا على تكريم فنانين احنا بنتشرف ان هم معانا في الوسط الفني طبعا. تمام. يعني دايما بيبقى على شرف فنانين راحلين، ممكن اعرف ايه السبب في كده؟ هقول لك على حاجه، يعني انا حبيت اجمع اكتر من هدف للمهرجان. احنا في فنانين كتير بتموت محدش بيسال فيهم ولا حد بيفتكرهم، زي سيد زيان، زي يونس شلبي، زي هيثم احمد زكي في الدوره اللي جايه، فناننا الكبير محمود مرسي. تحس ان الدوله يعني مش هنقول لها اعملي كل حاجه، فدور علينا احنا اصحاب المهرجانات ان احنا نهتم بالفنانين الراحلين ونديهم المهرجان بتاعنا، بحيث ان احنا نطلق على اسمائهم الدورات بتاعت المهرجان. طبعا احنا مش معانا طبعا غير دقيقتين، الفقره دي اتاخرت جدا. تمام. فنرجع بقى. يلا لشذا سريعا. يلا يا شذا. اولا حضرتك شرفتنا في برنامجنا سوبر كيت. جميل. اول سؤال، ايه الدور اللي حضرتك مثلته وعلم في حياتك الشخصيه، يعني فضل معلم في حياتك الشخصيه؟ هو اول ادواري كان فيلم اسمه مهمه في تل ابيب، وكنت عامل بقول القصيده بتاعه صلاح جاهين، والقصيده دي انا فوجئت بيها عامله صدى حلو قوي لما انا عملتها، وبس كون انا شعري كان ايامها اسود وكنت صغير في السن، فالناس مش عارفه ان انا اللي كنت بعمل الدور ده، لكن ده الدور الوحيد اللي انا فرحان بيه. عملت ادوار كتير جدا، لكن هو الدور ده نفس سؤال محمد. بس بصيغه ثانيه. فانا يعني بعتز قوي بالفيلم ده وبدوري فيه. يلا السؤال اللي بعده. تمام. تاني سؤال، ايه الصعوبات اللي واجهت حضرتك في مشوارك الفني؟ صعوبات كتير جدا. بص، اللي ملوش حد بيسانده في المهرجان بيقع، في الحياه في الوسط الفني بيقع. لازم يبقى في حد بيساندك وبيدعمك علشان تعرفي تكملي المشوار. ممكن تكملي المشوار بس يعني مش هتقدري توصلي لاهدافك يعني، لكن لو في حد بيساندك وبيدعمك تقدري توصلي بموهبتك لاقصى مدى يعني. اخر سؤال بقى، اتفضلي. ايه النصيحه اللي حضرتك تحب تقدمها للمواهب الجديده؟ الاصرار والطموح، ان يبقى عندك اصرار انك تكمل مشوارك وما تخافش وما تيأسش، اؤمن بالحلم بتاعك هتوصل له. اوكي. معانا اخر سؤال مع كارما. كارما اتفضلي. يا كارما، احنا النهارده جايين لك عشان نشكرك. يا حبيب قلبي، ده انا اللي بشكرك يا قمر. الورده الجميله اللي انت حطاها فوق دي ايه حكايتها؟ مين اللي اشتراها لك؟ ماما. ماما؟ الله، طيب جميل. عاوزه تسالي استاذ عادل عن ايه؟ انت في حق. قولي يا حبيبي. عاوزه تسال، قربي المايك بس كده شويه. ايوه. عاوزه تسالي عن ايه؟ احنا قربي المايك. كل شويه يعني المهرجانات كل شويه بتيجي. هي عايزه تقول المهرجان بيكرمنا احنا كاطفال سوبر كيدز ليه؟ ده اللي هي عايزه تقوله يعني. طب وانا هلاقي احلى منكم واجمل منكم يتكرم المواهب الجميله دي؟ لا خالص، انا ببقى فرحان بيكم وببقى فرحان وانا واقف جنبيكم وبتصور معاكم، ويا رب تبقوا معايا في كل الدورات بتاعتي ان شاء الله. واحنا مجهزين حاجه قويه، يا ريت هنفاجئ بقى بيها الجميع ان شاء الله. ان شاء الله يا بابا. صح كده؟ حد عاوز يقول اي حاجه تاني؟ فضل. قولي. يلا تعالي اسألي انت. ايوه. ربي يشكرك انت. ايه؟ قولي يا رودينا، عاوزه ايه؟ قولي حبيبي.
رودينة زي القمر. هتقولي جميل. هي بتقولي، انت بتقولي بشكرك صح؟ هي بتشكر حضرتك. ده انا اللي بشكرك يا قمر ان انت اديتوني الفرصه ان انا اقعد في وسطكم. احنا طبعا اسعد بكتير، وكان نفسنا الفقره دي تطول عن كده ان شاء الله. معلش النصيحه، عاوزين بقى حضرتك تقول النصيحه في نهايه حلقتنا لمشاهدينا للاطفال، يقدروا يدعموهم ازاي، يقدروا يقدموا لهم ايه، يعملوا لهم ايه علشان يوصلوا. انا النصيحه هوجهها للاب والام بالظبط. ليه؟ اول ما تحس ان ابنك موهوب، احنا عندنا الاطفال موهوبه بالفطره، يا اما يكمل مشواره وموهبته دي الاهل يهتموا بيها فتظهر للنور، او ان الاهل يستهتروا بالموهبه. لا، انا عايز كل اب وكل ام يلاقي ان ابنه موهوب، ينمي الموهبه بتاعته علشان ابنه يطلع في بيئه سليمه ويحقق كل امالي واحلامه في المستقبل. اكيد طبعا. حد حابب يقول اي حاجه تاني؟ قولي يا قمر. استاذ عادل عمار طبعا ان هو شرفنا حبيبي، جميل جدا ان احنا قاعدين مع حضرتك النهارده. ربنا يخليك. ان شاء الله هبقى معاك في الدور الثاني. وانت مشروع مذيع هايل طبعا. كارما كانت بتقول ايه؟ بتقولي ايه؟ ده انا اللي مبسوط معاك يا قمر. هم فعلا مبسوطين جدا على فكره، اكتر اللي قاعدين كانوا مسافرين وحضروا الحلقه علشان عرفوا ان حضرتك الضيف معانا النهارده. ده فوق دماغي. وانت مسافره كمان بكره؟ انت قعدتي النهارده عشان هتسافري بكره صح؟ ان شاء الله. عشان تحضري الحلقه ان شاء الله. سيرين عاوزه تقولي اي حاجه؟ نورتني يا استاذ عادل. يا حبيبي ده انت اللي منوره المكان كله. بشكر حضرتك جدا يا استاذ عادل، حضرتك طبعا نورتنا النهارده. الله يخليك. وان شاء الله. وانا اسف على التاخير والله. لا مفيش اي حاجه، ان شاء الله حلقتنا دي تتكرر باذن الله. ان شاء الله. وطبعا انتظرنا بقى في حاجه قويه في المهرجان، هنقدمها زي كل دوره باذن الله. مشاهدينا كده حلقتنا خلصت النهارده، وانتظرونا في الحلقه القادمه من برنامج سوبر كيدز. يلا باي باي.